نظمت الجمعية الجهوية لرعاية المسلمين بالقصرين حملة ضد النزلة الموسمية لسنة 2024 لكبار السن بالجهة، وخاصة المنضويين تحت دار المسنين، سواء كان ذوي الاحتجاجات الخاصة منهم المائدة القارة وذوي الأمراض المزمنة التابعين للفريق الصحي المتنقل. وهذا الفريق به طبيب صحة عمومية متعاقد مع الجمعية، اثنان من أعوان الإحاطة الاجتماعية، وممرضة متطوعة من المستشفى الجهوي بقصرين. تلقينا مشكورين الإدارة الجهوية للصحة بقصرين، مدتنا ب 115 حقنة لذوي الاحتجاجات من كبار السن، 115 جرعة تم توزيعها على المرضى كبار السن ذوي الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب والشرايين. كل هذا تحت حماية وانضواء السيد الطبيب دكتور لمين البوعزي، هو المسؤول عن الفريق المتنقل. الجمعية هي التي تدخلت لدى الإدارة الجهوية بالقصرين المنتفي عن 115. نحن عندنا 115، أعطونا حد الطلب اللي طلبناه نحن من الدار الجهوي، عندنا 115 باش ندفعوا 115، موجودين في جميع معتمديات ولاية القصرين. عندنا جمعية فرعية في تالا، وجمعية فرعية في فريانة ومجبع عباس وحس فريد، بقت الباقي سبيطلة وسبيبة وجدليان والقصرين الشمالية والزهور والجنوبية، الكل تحت رعاية الجمعية الجهوية. الكل بدينا نحن في الحملة بتاع التلقيح هذه من أول أمس، تتواصل نكملوا 115 نكملهم الكل اللي عندنا المرضى التابعين الجمعية، هذا اللي يزور فيهم الفريق المتنقل هذا الصحي، الكل باش نتواصلوا بهم في الديار نتاعهم ونعمل لهم التلقيح نتاعهم.